السلام عليكم واهلا بكم في قناه بوك بيكر. انا النهارده هتكلم عن خامس كتاب في سلسله هاري بوتر اللي هو هاري بوتر اند اوردر اوف ذا فينيكس. حتى الان هاري بوتر اند اوردر اوف ذا فينيكس هو اطول كتاب في سلسله هاري بوتر. فيلا بينا ما نضيعش اي وقت ويلا بينا نبدا. طبعا كالعاده احنا بنبدا اول شابتر في اجازه الصيف، وهاري رجع في بيت خالته، لكن هو المره دي بيتفرج على الاخبار عشان هو عايز يشوف لو في اي اخبار عن لورد فولدمورت اللي هو الشرير بتاع القصه. لكن سوء الحظ ما فيش اي اخبار عنه، فبعديها هاري بيقرر ان هو يروح يتمشى، وهو بيتمشى بيقابل ابن خالته اللي هو دادلي، بيقول له ان هما لازم يروحوا. وهما مروحين فجاه المكان بيضلم وبيبقى ساقع قوي. اول ما ده بيحصل هاري بيفتكر الدمنتورز اللي هو كان بيوجههم في هاري بوتر اند ذا بريزنر اوف ازكابان، فبعديها هو بيطلع العصايه السحريه بتاعته عشان يدافع عن نفسه، وبيطلع كلامه صح عشان بيكون فيه 2 دمنتورز جايين. فهاري بيدافع عن نفسه بس ما بيقدرش ينقذ دادلي، فهو دادلي بيصاب. بعد ما هاري بيخلي الدمنتورز يهربوا بيحتاج يشيل دادلي البيت. اول ما يوصل البيت هاري بيلاقي ان في بومة قاعدة في البيت مستنياه، وهي معاها جواب من وزارة السحر بتقول له ان هو مطرود من مدرسة هوجورتس للسحر، وان هما هيكسروا العصاية السحرية بتاعته او الوند بتاعته. وهاري بيقرأ الجواب. ماما دادلي اللي هي خالة هاري بتلاقي ان دادلي شكله تعبان قوي، بتساله ايه اللي حصل، وطبعا دادلي بيشاور على هاري. فبعديها جوز خاله هاري اللي هو ابو دادلي بيقعد يسال هاري ايه اللي حصل، وهاري بيشرح له ان كان في مخلوقين اسمهم الدمنتورز هاجموا هاري ودادلي. بعديها جوز خاله هاري بيتهم هاري ان هو بيالف، لكن بعديها حاجه غريبه بتحصل. خاله هاري بتقول لا، ان كلام هاري صحيح، وبتقول ان ده عشان اختها اللي هي مامه هاري كانت حكت لها قبل كده عن الدمنتورز. دلوقتي بيجي الجواب التالت، المرة دي برضو من وزارة السحر، بتقول لهاري ان هما رجعوا في كلامهم، وان هيكون في بدل ما هما يطردوه على طول من المدرسة هيكون في جلسة في المحكمة، وان هاري لازم يروح. دلوقتي جوز خالة هاري بقى متعصب قوي، لكن بعدها بيجي جواب رابع من سيريس بلاك بيقول لهاري ان هو مفروض ما يطلعش من البيت خالص. دلوقتي جوز خالة هاري بيقول ان هاري بقى خطر قوي على العيلة ديت، وان هما لازم يطردوه من البيت. خالة هاري ودادلي برضو بيوافقوا، لكن قبل ما هما يلحقوا يطردوه في جواب خامس واخير، بس مش اي جواب عادي، لا ده جواب اسمه هاولر، هو جواب سحري بيزعق للمفروض ياخد الجواب. لكن الجواب ده من مدير المدرسه اللي هو ألبس دامبلدور. في الجواب بيحذر خالة هاري ان هما المفروض ما يطردوش هاري من البيت، يا اما هيكون في عواقب شديده. بعديها خالة هاري بتقول ان فعلا هاري المفروض ما يطردش من البيت، بس ان هو برضه ما يطلعش من البيت. هو فعلا هاري بيقعد يومين ما بيخرجش خالص من البيت. بعديها عيلة هاري كلهم بيقولوا انهم رايحين يخرجوا، وهما بره في ناس بيقتحم البيت. هاري بيحسب انهم حراميه، لكن بيكتشف انهم عايزين ينقذوه، وهو فعلا بيعرف ناس منهم، 2 منهم فعلا اللي هما مدرسين القدام ريموس لوبين وماد اي مودي، بيقولوا انهم هينقذوه ويودوه بيت جديد فيه هيلاقي ناس كتار هو بيعرفهم. لما هو بيوصل فعلا بيلاقي ناس كتار زي عيلة ويزلي كلها، وبرده الاب الروحي بتاعه اللي هو سيريس بلاك. بعديها هاري بيروح الجلسة عشان يشوف هو هيطرد من المدرسة ولا لا، لكن لحسن حظه المدير بتاع المدرسة اللي هو ألبس دامبلدور بيجي عشان يساعده. بعديها القاضي بيقرر ان هاري ليه حق ان هو كان يستخدم سحر عشان يدافع عن نفسه، وان هو مش هيطرد من المدرسة. لما هما بيوصلوا المدرسة المدير اللي هو ألبس دامبلدور بيعلن ان هيكون في مدرسة جديدة لمادة ديفنس اجينست دارك ارتس، وان هي كانت قبل كده بتشتغل في وزارة السحر، وان هي اسمها دولورس امبريدج. لسوء حظ هاري اليوم اللي بعده اول حصة عنده هي ديفنس اجينست دارك ارتس، فلما هو بيروح كل الطلاب بيكتشفوا ان هما مش هيستخدموا العصور السحرية بتاعتهم ولا يعملوا اي سبيلز، لكن هما هيتعلموا نظريات وبس. فبعديها لما هاري بيقعد يسألها أسئلة كتيرة هي بتقول إن هو هيقعد معاها بالليل يعني ساعتين كده عقاب. أول ما هما بيوصلوا المدير بتاع المدرسة اللي هو ألبس دامبلدور بيعلن إن هيكون في مدرسة جديدة لمادة ديفنس أجينست دارك أرت، وإن هي اسمها دولورس أمبريدج، وإن هي كانت قبل كده بتشتغل في وزارة السحر. لكن لسوء حظ هاري اليوم اللي بعديه أول حصة بتاعته هي مع دولورس أمبريدج، ولما كل الطلاب بيروحوا بيكتشف انهم هيتعلموا نظريات بس ومش هيعملوا اي تعويذ ولا حاجه. بعديها هاري بيقعد يسال المدرسه اسئله كتيره، فبعديها هي بتعاقبه بانها بتخليه يكتب كتير بقلم سحري بيخليه يكتب بدمه هو، عشان المدرسه دي كانت قبل كده بتشتغل في وزاره السحر، هي كانت عارفه وزير السحر وخليته يديها قوه ان هي
تقدر تعمل اي قوانين جديده في المدرسه لو هي عايزه. لكن الاهم ان هي طول الكتاب ده هي عايزه تتخلص من مدير المدرسه اللي هو ألبس دامبلدور، ومدرس ثاني اسمه هاجريد اللي هو صاحب هاري. بعد اسبوع صاحب هاري اللي هو رون ويزلي بيقول لهاري ان هم ما يقدروش يكملوا كده اهو، وان هم لازم يتعلموا تعاويذ عشان يعرفوا يدافعوا عن نفسهم. هاري بيوافق لكن بيقول له مين هيقدر يعلمهم من غير دولورس امبريدج. بعديها رون بيقول له ان هاري يقدر يعلمهم. هاري بيتفاجئ الاول، لكن بعديها رون بيشرح له. هاري هزم لورد فولدمورت اللي هو اقوى ساحر في العالم اكتر من مره، وهو دايما كل سنه بيجيب درجات نهائيه في ديفنس اجينست دارك ارتس. وبس اخر حاجه، حتى الان هاجر ما رجعش من الرحله بتاعته وهاري قلقان عليه. اليوم اللي بعديه المدرسه كلها بتروح رحله للقريه القريبه اللي اسمها هوجزميد. فلما هما بيروحوا اصحاب هاري بيقولوا له ان هما نشروا خبر ان هاري هيعلم ديفنس اجينست دارك ارتس، وان في ناس كتار عايزين يتعلموا منه، وان هما هيقابلوهم في الكافيه. لما هما بيروحوا الكافيه بيلاقوا ان في اكتر من 30 واحد عايزين يتعلموا من هاري، وهما بعدين بيقعدوا يسالوه اسئله كتير، من ضمنهم هو هيعلمهم ايه وفين، وهل هيكون في اسم المجموعه دي. هاري بيقول لهم ان هيكون اسم المجموعه دامبلدورز ارمي، يعني جيش دامبلدور، وان هو هيعلمهم كل الطرق انهم يدافعوا عن نفسهم. لكن لما بيسالوه هو هيعلمهم فين، هاري ما بيعرفش، لكن هيقول لهم ان هو هيشوف ويقول لهم بعدين. يوميها وهاري نايم، هاري بيصحى فجاه عشان بيحس ان في حاجه واقفه جنبه. لما هو بيفتح عينه بيلاقي ان هو دوبي القزم اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده. لما هاري بيسال دوبي هو بيعمل ايه، انا هو دوبي بيقول ان هو بيشتغل هناك، وبيسال هاري لو هو محتاج اي حاجه. لما هاري بيفكر شويه بيسال دوبي لو هو عارف اي مكان هو وجيش دامبلدور يقدر يتدربوا فيه. دوبي بيقول له ان في اوضه اسمها روم اوف ريكويرمنت تظهر بس لو انت محتاج حاجه قوي. عشان هاري يوصل لها لازم يمشي في دور معين ويفكر هو محتاج ايه والاوضه بتظهر. هاري بيشكر دوبي، وبعد ما دوبي بيمشي هاري بيكمل نومه. في الشابتر اللي بعديه بيكون في ماتش للرياضه السحريه اللي اسمها كويديتش ما بين فريق جريفندور وفريق سليذرين. لكن جريفندور بيفوز، بس بعد الماتش دريكو مالفوي اللي هو عدو هاري اللي في فريق سليذرين بيقعد يغيظ هاري وفريد وجورج ويزلي. فبعد ما هو بيبطل غيظهم هما ما بيروحوا وبيقعدوا يضربوه. لكن لسوء حظهم دولورس امبريدج كانت بتتفرج وبتمنعهم انهم يلعبوا كويديتش طول السنه. وهاري واصحابه راجعين من الماتش بيروحوا وبيشوفوا ان في نور في بيت هاجريد. لما هما بيروحوا عشان يشوفوا هاجريد بيفتح الباب، وهما بيلاحظوا ان هاجريد متعور قوي. لما هما بيسالوه ايه اللي حصل بيقول لهم ان دامبلدور كان مديه مهمه سريه في مكان برضه سري في الجبال، ان هو كان لازم يقول لعمالقه انهم يساعدوا دامبلدور يهزم فولدمورت. لكن قبل ما هاجريد يخلص القصه بتاعته هاري بيشوف ان دولورس امبريدج جايه، فبعديها هو واصحابه بيستخبوا. بعديها لما دولورس امبريدج بتيجي بتقعد تسال هاجريد كام سؤال، ان لو في حد جه بتساله هو كان فين، لكن هو بينكر كل حاجه. بالليل وهاري نايم هو بيحلم ان في تعبان، وان التعبان ده رايح مكان. هاري بيحس ان الحلم ده مهم، فهو بيقعد يتبع التعبان لحد ما هو بيلاقي راجل. بعديها هاري بينصدم عشان لما بيشوف ان التعبان هاجم الراجل وبيعضه. بعديها على طول هاري بيصحى من النوم بيروح يكلم واحد من المدرسين بتوعه، والمدرس ده بياخده لبروفيسور دامبلدور. بعديها لما هاري بيشرح الحلم بتاعه لدامبلدور هو بيتفهم، وبعديها بيبعت حد عشان يروح ينقذ الراجل ده. بعديها بنكتشف ان الراجل ده كان ارثر ويزلي اللي هو ابو رون ويزلي، وان هو كان بيحرس مكان مهم في وزاره السحر. اليوم اللي بعديه ابتدى عندهم اجازه اسبوعين، فبعديها هاري وعائله ويزلي كلهم بيقرروا انهم يروحوا النمبر 12 جريمونت بليس عشان بعديها يروحوا المستشفى ويشوفوا ابو رون. لما هو فعلا بيروح المستشفى بيلاقوا ان ابو رون صاحي وان هو اتحسن. بعديها ابو رون بيشكر هاري عشان هو انقذ حياته. لكن بعديها هما قاعدين بيتمشوا في المستشفى بيلاقوا واحد هما كانوا عارفينه قبل كده، كان مدرسهم القديم بتاع ديفنس اجينست دارك ارتس جيلد روي لوكهارت. هو موجود في المستشفى عشان في اخر كتاب هاري بوتر اند ذا تشيمبر اوف سيكريتس هو حاول يمسح ذاكره هاري ورون بعصايه رون المكسوره، لكن عشان عصايه رون كانت مكسوره مسح ذاكرته هو بدل هاري ورون. اول ما هما بيرجعوا من المستشفى هاري وعائله ويزلي بيكتشفوا ان هما هيقعدوا الاجازه كلها في نمبر 12 جريم اولد بليس. ده بيخلي سيريس بلاك فرحان عشان هو هيكون معاه ناس في البيت. لكن فرح سيريس بتقعد فتره طويله عشان مدرس هاري اللي هو بيكرهه اكتر واحد بيجي بيقول لهاري ان هو هيدرس اوكلمنسي تحت تعليمات دامبلدور. لما هاري بيرجع المدرسه بيكتشف ان الاوكلمنسي ماده صعبه، وهو عشان بيكره المدرس بيخلي الدروس اصعب. لكن الاهم هرمانيكا عندها خطه فيها هي ديدت صحفيه اللي هي كانت نفس الصحفيه اللي كانت تكتب حاجات مش كويسه عن هاري في الكلاب اللي فات.
خليتها تكتب حاجات كويسة عن هاري، بتقول ان هو كلامه صحيح وان هو بيقول الحق، لكن في تعليقات مختلفة، في ناس بيقولوا صدقوا هاري وفي ناس بيقولوا ان هاري اتجنن. لكن الأهم لما دولورس أمبر شافت الورقة قالت لهاري ان هو مش هيروح للقرية اللي اسمها هوجرمي التاني وبتزود له العقوبات. في الشابتر اللي بعديه في حاجة مهمة بتحصل، جلسات دامبلدورز أرمي أو جيش دامبلدور بتكتشف، ده عشان واحدة من دامبلدورز أرمي بتبلغ ده لدولورس أمبريدج. كان الكل هيتمسك، لكن لحسن الحظ دوبي بيجي يحذرهم، فالكل بيعرف يهرب إلا هاري. بعدها دولورس أمبريدج بتاخده لمكتب دامبلدور، ساعتها دامبلدور بيكذب وبيقول إن كل ده كانت فكرته عشان كده اسمها دامبلدورز أرمي. وبعدها بيقول إن هاري المفروض ما يتعاقبش، وبعديها هو بيهرب. فبعديها في آخر الشابتر دولورس أمبريدج هي بتبقى المديرة بتاعت المدرسة. خلاص يا جماعة، دلوقتي فاضل بس 10 شباتر كمان في الكتاب، ودول طبعا في رأيي أهم 10 شباتر، وفيهم حاجات كتيرة مشوقة زي محاولة لإنقاذ شخص، موت شخص مهم قوي، مقاتلة مع لورد فولدمورت، وعملاق بيهرب. أنا أتمنى إنك تقروا الكتاب ده في الوقت الممل ده، ومتنسوش تعملوا سبسكرايب لايك وشير، وأنا أشوفكم في الفيديو الجاي. باي.